عيد ميلاد لين محمد، شاهدوا المزيد من التفاصيل. تفاعلت اليوم لين محمد بمجموعة من الاستوريات، كشفت من خلالها انه هي بلشت الاحتفال بعيد ميلادها، وايضا من المتوقع انه لين تعمل حفلة عيد ميلاد وتعزم عليها كل الشلامين بينهم اسامة مروى، عيلة البيوتي، غيث مروان وسارة الورع، عيلة نور ستارز والعديد من المشاهير. اترككم على الاستوريات رأيكم بخصوص هذا الخبر. ونص رايحين على مول الامارات، هذا راح روح، اعتقد جلال عم يستناني لانه حنصور شيء، فحاخذ قهوة لي وقهوة له وبعدين نروح. انا ما بفهم فيها بس انه رايحه لانه هيك اتس فن، وهي بالاخير لعبه، في عالم عاملين انه هي دراما وما بعرف، لا هي لعبه اوكي. بس عم افكر انا بالزحمه لانه على الستة هيك شيء بلش يصير زحمه، فما بعرف اذا نروح هلا.